فكنت بتكلم على قوة التيم من قوة أفراده. اللي وقفنا على رجلنا دلوقتي إيه؟ التيم اللي موجود، لعيبة كلها الكواليتي بتاعها عالي جدا. فأنت الكواليتي ده لو إحنا ما القيد بقى ما تفكش والحاجات دي كلها، السنة الجاية هنقل، السنة اللي بعدها هنقل، هنبقى في الضياع، هنبقى في الضياع في الضياع يعني. أنا بعتب حتى على مجلس الإدارة اللي كان موجود أياميها، ما قدرش يحافظ على الجيل ده. أنت دعم حسام مشي يعني وبشير كتير، يعني حتى الناس دي لو واللعيبه نفسها ما كانتش بتاخد حقوقها، فانت حتى مش عارف تبقى وغير في كده كره كمان مستواك. انت مش عارف تدعم بشكل كويس، انت جاي صح من لعيبه من الدرجه الثانيه، مع احترامي ليهم، انت في 2005 ده ما جبتش لعيب درجه اولى حصل يعني، مش عاوز اقول اسماء علشان الناس دي كلها كلها لا طبعا. احترامها، بس طبعا ما كانش طبعا. قد التيشيرت وقتها وقد كميه حجم المنافسه اللي كانت موجوده وقتها. لا احنا دايما لو مفيش حد هيضرنا من بره يا خليفه، احنا بنضر نفسنا، احنا جوه النادي بنضر نفسنا فعلا. طب بمناسبة بقى السؤال بتاع ايه الضرر اللي ممكن يحصل من جوه النادي، وانت بتدرب في قطاع الناشئين في نادي الزمالك حصل صدام كده مع ما يعرف بيسموا نفسهم اولاد النادي، المصطلح ده اوفر شوية في الزمالك يعني، بيدي افضلية هو غير في كل حقيقية. حتة، لا في كل حتة بيتكلموا على اولاد النادي انت بتحس ان والناس انت اللي راجل عامل جوه. 11 بطولة يعني، يعني احنا ممكن اسالك سؤال، يعني احنا ممكن نقول طارق حامد دلوقتي مش ابن النادي؟ ابن النادي طبعا، الونش مش ابن النادي؟ ابن النادي طبعا، هو وتامر عبد الحميد ابن ابن النادي، النادي وطارق بالعطاء السعيد والعرق وطارق والناس السيد اللي هي عرقت وجابت دم في قلب الملعب، دي ولاد النادي. انا ابن النادي وجاي مستهتر في قلب الملعب، ده هيبقى ابن النادي؟ ده لا، ابن النادي اللي يقدر يشيل النادي على كتافه من غير ما يقول، من غير ما يقول كلمة خالص. يعني احنا عندنا في أمثلة كتيرة جدا جدا يعني. يعني سواء خرجت من قطاع الناشئين سواء ما خرجتش من قطاع الناشئين دي مش فارق، هو اللي ده هو اللي ده. لا مش فارقة يعني، انت يعني احسن فترة بالنسبة لأي لعيب هو وجوده في الملعب، وانت فين يعني؟ انت في الفترة دي انت موجود في نادي الزمالك، يبقى كيانك كله لنادي الزمالك، وعاوز ترفع نادي الزمالك ده لسابع سماء، الحاجات دي كلها. كلمة اللي ابن النادي ومش ابن النادي دي مصطلح انا ما بحبوش خالص. ما تحبوش. بس في ناس بقى ايه ممكن تكون جوه مش عاوز اقول نادي الزمالك، في اي نادي بيفرقوا بيبقى حق مكتسب كده، كأن الخروج بيفرقوا من قطاع الناشئين بيدي افضليه انت شايف ان هي افضليه وهميه، اه وحاطط لها طبعا عنوان كده. يعني المسيره جوه الملعب اهم. اهم طبعا يعني. انت بتتكلم في لازم يعني، انا مثلا من المنصوره وجاي مثلا لعبت في الفريق الاول للزمالك، يبقى انا مش ابن النادي، لازم اكون من ناشئين النادي. اما معظم اللعيبه دي هتلاقيها من المنصوره، الشرقيه، ايوبيه، الحاجات دي كلها.